وفريقي فيوتشر وايسترن كومباني. مساء الفل عليك ابو حميد. تحياتي ليك زميلي العزيز ابراهيم عبد الجواد، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. في البدايه لو اكلم حضراتكم عن اخر الاخبار والكواليس اللي تخص هذه المباراه، لازم اكلم حضراتكم في البدايه عن حاله الطقس. يعني درجه الحراره هنا تقريبا داخل على 40 درجه، يعني حتى اللعيبه وهي بتتكلم بينهم وبين بعض وبيتكلموا معايا قبل المباراه بيقولوا حاسين ان في حد فتح باب الساونا، فدرجة الحرارة هنا صعبة جدا جدا، ولكن ان شاء الله بإذن الله ما يؤثرش على سير او اداء اللاعبين. لو في البداية هنتكلم طبعا عن اخر النواحي الفنية والتكتيكية لكلا الفريقين. خلينا نبتدي بنادي فيوتشر. النهاردة يمكن نادي فيوتشر خارج من مباراة صعبة جدا امام نادي بيراميدز، كنت بتكلم مع كابتن عبد الظاهر الساق مدير الكرة في نادي فيوتشر عن الحالة الفنية والبدنية للاعبين وعن الحالة اللي عملها نادي فيوتشر في الدوري المصري الممتاز. فكابتن عبد الظاهر قال لي كلام مهم جدا يخص هذا الشأن. قال لي نادي فيوتشر ما يميزه ان كل واحد بيلعب دوره، كل واحد بيعمل اللي عليه، مفيش كراسي موسيقيه، مفيش حد بيعمل دور مش دوره، كل واحد منوط بالعمل الخاص بيه، محدش بيتدخل في شغل حد، وده اللي نجح نادي فيوتشر. عامل سيستم قوي جدا كله ماشي عليه، اللي مش عاجبه بيقول له شكرا سلام. ده السيستم اللي ماشي بيه نادي فيوتشر، كل صغيره وكل كبيره ماشيه طبعا بتعليمات من الاداره، اداره محترمه جدا، اللعيبه ملتزمه بشكل كبير. اما عن النواحي الفنيه فالنهارده كابتن علي ماهر طبعا بعد الارهاق الشديد جدا اللي تعرض ليه بعض لاعبي الفريق، كنت بتكلم مع طبعا بعض اعضاء الجهاز الفني وكابتن عبد الظاهر ان هم هيريحوا لعيبه كتير طبعا قبل هذه المباراه عشان خاطر حاله الارهاق اللي بيعاني منها الفريق، زي عاطف وزي نيدفيد وزي عمر كمال، اللعيبه دي هتكون على دكة البدلاء، بالإضافة طبعا للغيابات الكتير جدا. يمكن مستشفى كبيرة في نادي فيوتشر لعيبة كتير بتغيب، مروان محسن، سعد سمير، سافيولا، ربيعة، يعني أسامي كتير جدا بتغيب عن نادي فيوتشر النهاردة، بالإضافة أن كابتن علي مصر على طبعا راحة بعض العناصر الأساسية للإرهاق الشديد اللي كانوا بيعانوا منه، وكانوا شايفين أن هم قدموا جيم كبير جدا أمام نادي بيراميدز. لو هنتكلم بقى على الجانب الآخر، نادي إيسترن كومباني اللي فيه يعني كنت بتكلم مع كابتن علاء وبعض اللعيبة في حالة يعني دفعة معنوية كبيرة بعد زيارة رونالدينهو لنادي إيسترن كومباني، كان بيتكلم مع اللعيبه وبيأزرهم، وحاضر مران نادي ايسترن كومباني، ودي حاجه ادت دفعه معنويه بشكل كبير جدا للاعبي فريق ايسترن كومباني. وكابتن علاء بيتكلم عارف ان المسؤوليه صعبه، عارف ان هو تقبل التحدي في ظروف استثنائيه، ولكن هو بيقول ان هو عنده ما يساعده على الخروج من هذه الكبوه، وايضا كل لاعبي الفريق شايفين ان هم ما زال امامهم فرصه كبيره عشان خاطر يطلعوا مراكز متقدمه في جدول الدوري. وايضا كابتن علاء شايف ان هو بالعناصر اللي موجوده يقدر ان هو يوصل بالفريق للمنطقه الامنه. النهارده نادي ايسترن هيبتدي ان هو يضغط، يعمل هاي بريس من اول المهاجم، هيلعبوا جيم مفتوح، عايزين يحققوا نتيجة إيجابية النهاردة أمام نادي فيوتشر. إبراهيم دي كانت أبرز الأجواء والكواليس وكل ما يخص هذه المباراة. تعود الكلمة مرة أخرى للزميل العزيز المتألق إبراهيم عبد الجواد. تفضل إبراهيم إليك الكلمة. كل الشكر للزميل العزيز أحمد حازم، وربنا يكون في عونك أحمد. يعني الجو واضح عندك فعلا أنه هو جو صعب، ربنا يقويك ودايما متألق.